يأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية بكل أسف شديد لكي ندق نقص الأخطار مرة أخرى بسبب ارتفاع الحالات الإصابة في هذه المحكمة، ونحتج كذلك حتى لا نصل إلى الأسوأ. لو تم إعمال المقتضيات الواردة في المناشير وتتحمل لجان اليقظة مسؤولتها كاملة بجميع مكوناتها، ليس حيت لجنة اليقظة فيها ثلاثية الأطراف، فيها ما يتعلق بالسلطة القضائية وما يتعلق ما يمثل وزارة العدل في المسؤول الإداري وما يمثل نقيب هيئة المحامين في هذه اللجنة، وبالتالي هي اللجنة المشتركة. الأداء على هذه اللجان أن تقيم أداءها، وفعلا هل تم تنزيل المناشر؟ يمكن ملاحظة في مدخل الباب ليست هناك مراقبة صارمة مقارنة مع شركات خاصة، شركة تأمين يتم الولوج بوضع البطاقة وتم قياس الحرارة وتسجيل العنوان بشكل صارم حماية لمن يعملون في المكاتب الداخلية. يجب إعمال منشور السيد وزير العدل الصادر في 27 أكتوبر الذي دعا إلى التباعد والتناوب وتفعيل المكاتب الواجهة لكي نتفادى الأسوأ. لسنا احنا محبي احتجاج او اننا نغادر مكاتبنا من اجل ان نرفع الصوت جزافا. هناك قضايا حقيقيه تؤلمنا، وصلنا الى مرحله الالم فيما يتعلق تعامل السيد وزير العدل مع نقابتنا في عدم الاشراك. نحن بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء نعاني من سميتو بؤرة وقع في هذه المحكمة، بحيث أن العدد أصبح يفوق 30 شخص من الموظفين، واللي كنطلبوا من المسؤولين أنهم يلفتوا النظر لهذه القضية ويعموا علينا المنشور ديال التناوب، لأنه احنا كنمارسوا المهام ديالنا داخل واحد الوضعية جد مزرية، بحيث كنتواجدوا 7-8 في المكتب نظرا للاشغال اللي كتعرفها المحكمه، وكنطالبوا انهم يعموا علينا سميتو منشور ديال التناوب باش يكون هناك احتفاظ حمايه لينا بزياده على اننا كنعانيو من امراض مزمنه. بين الفينه الاخرى كنشوفوا المحكمه كتعقم، ولكن شكون اللي كيعقم؟ هذوك اللي كيعقموا واش عندهم فعلا درايه بطريقه التعقيم؟ واش هذيك الماده التي يعقمون بها واش فعلا هي فعلا ماده معقمه حقيقيه ولا غير ضرا للرماد؟ انا في حقيقه الامر انا كنتسائل، لان الناس ديال السيكوريتي هما اللي كيقوموا بالتعقيم، واش هاد الناس ديال السيكوريتي ناس مؤهلين اللي يقوموا بهذه العمليه؟ كاينش اذن صاغيه ديال الحكومه ديال الوزير انه يصيفط مره لجنه ديال التتبع مركزيه. حنا دابا كنعيشوا كنتخبطوا فيما بيننا، نشتكي فيما بيننا، ولكن لا حياه لمن تنادي.